راجع معناها الامور الفنيه التكتيكيه اللي انت تستوعبها، بينما كمدرب ممكن تحضر كل شيء، تحضر كل كبيره وصغيره، الامور مش بيدك انت فقط، عندك لاعبين، عندك منافس موجود امامك، عندك مدرب اخر موجود على دكه الاحتياط، عندك عوامل خارجيه اللي لازمك تقرا لها حسابها في كل مباراه، يعني مش العوامل، انت مسؤول على 23 لاعب، بينما مردودك انت كلاعب انت مسؤول عليه فقط. صح، اذا كنت تتالق تتقلق انت، طبعا لما تكون عندك مسؤوليات كما المسؤوليات اللي موجوده وتلعب في فريق مثل الترجي الرياضي التونسي اللي هو من افضل الفرق اللي موجوده في افريقيا، بدون ادنى شك انه تتعود على المسؤوليات هذه وتعاونك بعدين لما تصير كمدرب، لكن بدون ادنى شك افضل محطه بالنسبه لي انا هي كمدرب، بالرغم اني يعني بديت في فريق الترجي التونسي سنه 81 في 81 في الاكابر، خلصت معناها سنه 93 تقريبا، رحت لاهلي جده في نوفمبر 93، تحصلت فيهم تقريبا على 14. يعني عذرا للمقاطعة، أنت في أهلي جدة برضه عملت ريكورد رقم قياسي، لأنك أنت توليت التدريب وأنت لاعب في أهلي جدة. لاعب ومدرب. لاعب ومدرب. ودي ما بتحصلش إلا نادرا. خاصة مع فريق كبير بحجم نادي الأهلي السعودي. طبعاً. وكانت تجربة مفيدة، هي التجربة القصيرة ذيك مع النادي الأهلي كمدرب هي اللي فتحت لي المجال وحبتني في التدريب. رغم كانت قصيرة. يعني كان ممكن تتجه للإدارة لو الصدفة ما حطتك في المكان ده. لا مش متاعي الإدارة. من الأول كنت بتحب التدريب؟ ممكن كنت نشوف أشياء تجارة أو حاجة، أما لا الإدارة مش متاعي أنا، يعني أنا شخصياً ما أقدرش نكون معناها رئيس نادي ولا مسؤول في فريق ولا لا. تجربة أهلي جدة كمدرب حببتك في التدريب، هي اللي فتحت مهلة المآسي والضغط العصبي الله يكون في عونك. ثم جاء مدرب دربني أيضاً زاد السيد سيرافان، كنت نتحدث انا وياه على امور تكتيكيه هكا وفنيه شويه نوعا ما، قال لي كابتن انت ان شاء الله باش تكون عندك معناها امور جيده في مجال التدريب. وكانت الانطلاقه؟ كانت الانطلاقه بعد أهلي جدة. لا مش بعد اهلي جده، لا بعد اهلي جده لعبت كوره كمان، اما كانت الانطلاقه سنه تقريبا 97 مع نادي اولمبيك الكاف، اول محطه ليا كانت في ذلك الوقت اولمبيك الكاف التونسي. طيب لو جينا، انا عارف الناس كلها مشتاقه للكلام في الامور الفنيه، ولكن مهم جدا اعرف هذه الاجيال حاجه مهمه جدا، لو جينا للمحطه التدريبيه، ترى انت توليت الترجي كم مره يا كابتن نبيل؟ مره واحده هي المره اللي حققت فيها هذه الانجازات. والله انا ظنيت انها الثانيه او الثالثه. لا مره واحده، انت كده ظلمت يعني، انت تاخرت كثيرا. لا بالعكس والله شوف صعبه لو صعب انك تدرب فريق تحبه، صعب اخوي عبد الناصر تدرب فريق تعشقه، صعب انك تدرب فريق كنت موجود في المدارج تشجع فيه كل اسبوع، يعني في كل المجالات صعب جدا، لانك يعني باش تخرج من الفانيلا نتاع اللاعب، من نتاع المشجع الى المدرب، يعني يزمك فكر كثير ويزمك تخمام كثير، وصعبه جدا جدا، لقيت صعوبات كثيره في البدايه خاصه من الناحيه هذه، يعني تحط كل جهدك، اصحابك اللي هما معاك يعني هم الصغر وتعرف عليهم، ما تحبش تشوفهم زعلانين، ما تحب تحاول تفرحهم باي طريقه من الطرق، اللي كانوا يكونوا زعلانين معاك وقت نتائج الترجي ما تكون جيده، هذا الكل معناه تولي تحس فيه انت لوحدك، وماذا بيك توصل لهم الفرحه كل اسبوع وكل مباراه. فترة ولايتك للترجي استمرت كم موسم؟ استمرت موسم، وبعدين كان فيها انقطاع لمدة 6 شهور، وبعدين عودة، يعني خلينا ثلاثية تاريخية. وبعدين بصراحة أنا تعبت شوية نفسانيا معناها بعد الثلاثية التاريخية ذيك، اللي كان مجهود، وكانت في بداية تعرف 2011 والأحداث اللي صارت في تونس في بداية كل الدول العربية. أي لا، وتوقفت الكورة مدة شهرين، وهذا التوقف هو اللي ساعدني، لأنه كان في بدايتي أنا صرنا نتدرب معناها، وهو اللي خلانا معناها نطلع إلى مرحلة أخرى، إلى درجة أخرى، إلى ليفل آخر، وفزنا تقريبا، عملنا 30 مباراة بدون أي هزيمة متتالية مع الترجي الرياضي التونسي. بعد كأس العالم الأندية خليت بريك 6 شهور، ومن بعد السيد حمدي المد برئيس الترجي الرياضي التونسي رجعني مرة أخرى للترجي، فزنا مرة أخرى بالدوري، ولعبنا تتذكر الفاينل ضد الاهلي 1-1 في برج العرب، و2-1 للاهلي، كنا منقوصين من 4 لاعبين، لكن الحاجه المهمه انه في السنه تقريبا و6 شهور اللي كنت متواجد فيها مع الترجي، والشيء اللي افتخر به الى الحين اني لعبت على 5 بطولات. خمسه بطولات كانت موجوده للعب، فزت ب4 والخامسه لعبت فيها فاينل،
يعني فزت ببطولة تونس. ده تاريخ عظيم، مش هقول لك معقول، لو معقول يبقى ظلم. لعبنا على خمسة لعبنا على خمسة بطولات 90% نجاح. فزنا بالبطولة، فزنا بالكأس، فزنا بالتشامبيونز ليج، فزنا بالبطولة العام اللي بعده السنة اللي بعدها، والكوب الترجي الرياضي التونسي لسه متأهل خليته، ولعبنا فاينل تشامبيونز ليج ورحنا كأس العالم للأندية. وكنت فايز بنفس البطولة اللي قبلها، كنت في كاس العالم للانديه وفايز في البطوله الموسم السابق. ونفس الموسم انت اخرجت النادي الاهلي من الادوار التمهيديه بالضبط، من دور المجموعات. فزنا 1-0 في تونس يعني كنيانج، وتعادلنا 1-1، بنانا سجل الجول في واتذكر وقتها احنا حتى كتبنا وقلنا ان مباراه الترجي والاهلي، لان الترجي كان في قمه توهجه في قمه توهجه في هذا الموسم. عفوا نجيب لك ميه، لا نجيب لك ميه فورا. في قمة توهجه هذا الموسم، قلنا أنه نهائي مبكر والفائز سيكون في النهائي وهو بالضبط الأقرب للفوز، وده اللي حصل بالضبط. بفضل يا كابتن، بفضل. يمكن لو تتذكر، يمكن جمهور الأهلي اللي معانا هذه السنة في سنة 2011 كان الترجي شرس، وكان الأهلي مع مانويل جوزيه في آخر فترة وشرس أيضا. وكان شرس أيضا. عشان كده قلنا نهائي مبكر، وكان كل الناس قالت يا جماعه اللي هيصعد من الاهلي والترجي في منصه التتويج. صح. وده اللي حصل، والموسم اللي بعديه حافظ الترجي على قوته واستطاع ان يتعادل في برج العرب، ولكن ربما يكون الاصابات الاربعه والافراط في الثقه يعني، والاهلي جاي مش بكي على حاجه، لعب ماتش عمره ويمكن من الماتشات التاريخيه اللي يستحق الفوز. وانت قلت هذا الكلام، يستحق الفوز. بمناسبه يستحق الفوز، انت كنت بتقول لي حاجه مهمه جدا، انا يعني ترجاوي حتى النخاع واشجع الاهلي بعد الترجي. صح، من قبل مش من الحين. من قبل يعني في مصر معناها دائما عندنا ميولات، معظم جمهور الترجي مش انا فقط، معظم جمهور الترجي، لانه كانت في علاقه كبيره متواصله بيننا وبين لاعبي الاهلي لما كنا نلعب ولما كنا متواجدين في المنتخب يعني في الثمانينات. بعد ذلك العلاقه يعني توطت اكثر بحكم علاقتنا، ودائما جمهور الترجي قريب من جمهور الاهلي، وانت تشوف لما جمهور الترجي يروح لمصر في جماهير كثيرة تبات في بيوت الأهلي يستقبلوا، ونفس الشيء جماهير الأهلي لما تجي لتونس يستقبلون في بيوت جماهير الترجي، معنا في علاقة كبيرة كبيرة جدا. ده يمكن يا كابتن اللي مخلي حتى المباراة دي بالذات فيها طابع من الود حتى على صفحات السوشيال ميديا. صح، مفيش أي تجاوز أنا شايفه لغاية دلوقتي ولا رصدته، مفيش توترات. مفيش يعني توترات. حتى وإحنا بنتكلم يعني مش عايز أجيب أسماء بعض اللعيبة، ولكن حتى بعض الناس اللي أثارت بعض التوترات، الناس كانت بتقول ما بين الأهلي والترجي ما لا يستدعي أن تحدث هذا ما التوتر. تدخلش نفسك. ما تدخلش نفسك. وسبحان الله يعني فعلا يعني أنا متابع للصفحات، حتى لما اتقال 5000 وبعض الأهلوية قالوا عن سافر، ناس كتيرة رحبت بيه. صح. حتى في اللايف الناس بتتكلم عن حضرتك، يعني حد بيقول لك وكنا نتمنى ان تكون معنا مدربا للنادي الاهلي، وفي حد بيقول لك رايك في موسيماني، هنقول ده كله، بس كان لازم من هذه الافتتاحيه في هذه الدقائق ال15 عشان الناس تعرف يعني الكابتن نبيل معلول كما درست في علم البلاغه، العارف لا يعرف، ولكن للاجيال الجديده لابد ان تعلم من نبيل معلول باختصار.